ما الإنسان يحتار ما الذي يقوله. فأنا استمعت إن شاء الله إلى القراءة الأولى لشيوخنا من سورة يوسف، فانبرى أخونا هذا يتحدث عن آية يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأراد أن يناقش إخواننا ويتدارس هذه الآية. فبينما جال خاطري في هذه الآية العظيمة وكيف أن حرص الدعاة والأنبياء لدعوة الناس لا يمكن أن تؤتي أكلها إلا بهداية الله، فإنك لا تهدي من أحببت ولو كان عمك، فكيف يمكن أن تهدي الآخرين؟ فهداية البيان والبلاغ والتعليم هي إن شاء الله ميسورة لكل مخلوق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تعلم الناس، تبين الطريق، لكنك لا تهدي من أحببت، أي لا تهدي هداية التوفيق، لأن القلوب بيد الله، فلا سلطان لأحد على القلوب إلا الله. فكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول في مسألة العدل التي قال الله فيها: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فكان يعدل فيما يملك ولا يعدل فيما لا يملك، فيعتذر إلى ربه فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تحاسبني فيما تملك ولا أملك. فالقلوب تميل إلى أحد ولا سلطان لنا على القلوب، لكن الذي نستطيع أن نعدل فيه في الماديات هذا ستحاسب عليه، لكن القلب لا تحاسب عليه، فإنك لا تهدي من أحببت. وبينما إن شاء الله تبارك وتعالى يجور خاطري بهذه الآية وتتزاحم الأفكار وأستعرض سير الرجال والدعاة، إذا بأخينا يتلو علينا من سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأستعرض أيضا إبراهيم وما لاقاه من قومه وكيف ثبت وكان إماما للناس: إني جاعلك للناس إماما. فأنا كذلك إن شاء الله تعالى جال خاطري بالآيات واستعرضت سير الدعاة الثابتين الذين لم يبيعوا مبادئهم بالدنيا ولا بأي شيء، فكان مقصدهم وجه الله تعالى، فلو قطعت لحومهم بمقارض من نار ما باعوا دينهم أبدا أبدا، كما قال خباب بن الأرط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان متوسدا بردة هناك في صحن الكعبة، وكانت أم أنمار تحمل الحديد فتضعه على جلده تعذيبا له لأنها اتبع في بداية الدعوة حيث كان الذين يتبعون النبي قلة قليلة سيحملون على عاتقهم هذا الدين والنور ينشرونه في كل بقاع الأرض، جاء إلى رسول الله فكشف على ظهره وإذا بظهره في آثار العذيب، فكان لا يطفئ حر الحديد المحمى على النار إلا شحمه المذاب، فأظهر للنبي الآثار التي تجرعها صبرا على الدين. قال: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى العذاب الذي يصيبنا جراء اتباعك؟ ألست رسول الله؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فكان يسيرا على النبي أن يرفع يديه لكي يدعو الله تعالى، وهو أرحم الناس أبي الناس عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا بد للنصر من ثمن تدفعونه، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من إعطاء الدليل على أنك تحب الله. لو كان الإيمان فقط هو دعوة يدعيها الناس باللسان لتساوى الناس، ولكن الله وضعنا موضع الاختبار: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا 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 لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم نبأ الذين ألبستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن فأنتم ترون إن شاء الله تبارك وتعالى كم عانى هؤلاء وهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى. وأنا أجول إن شاء الله في هذا الميدان، حتى سمعت
شيخنا الثالث يتلو قوله من سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الله، يوسف إبراهيم فاطر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فآثرت لكي أجمع بين الثلاثة أن أقف مع الوسط، لأن مقصود الإنسان في الدنيا أن يؤمن. زيد والثاني واسمه يلا، مقصود الإنسان في الدنيا أن يخرج من دائرة الناس. يا أيها الناس، لكي يدخل يا أيها الذين آمنوا، اخرج من دائرة الكبرى. وما أكثر الناس ولو حرصت به. اخرج من أولئك الذين حرص الدعاة على دعوتهم فلم يؤمنوا، يسارعون في الكفر. ما إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم لا يؤمنوا. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، فطبع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون. الطابع معلق بالعرش. فإن تمادى الناس في المعصيان ثم جللت الغفلة قلوبهم وساروا في درب المهالك فإن الطابع يؤخذ فيطبع على قلب العبد فتنسد كل حواس الإدراك فلا تنتفع. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لا إله إلا الله. هؤلاء ولو حرصت لا يؤمنون. اخرج نفسك منهم. أخرجت أيها السامع الآن من هؤلاء؟ نعم، ولو لم يخرجك الله فضلا ونعمة ما وجدت بين المسلمين تجتمع على القرآن ومدارسته وتشهد الملائكة من السماء ضيوف ينزلها الله عليكم لكي يشهدوا لكم أنكم تركتم بيوتكم وتركتم ما يجلس الناس عليه من الدعة واللهو واللعب وجئتم لكي تجالسوا أهل القرآن للقرآن تستمعون ولآياته تتلون ولمعانيه تتدارسون. الحمد لله أنت إن شاء الله قد أخرجت بفضل الله. الحمد لله. وبعد الإيمان إن شاء الله اسمك خسك. ما هو هدفك بعد الإيمان إن شاء الله تعالى؟ شوف نبدأ بالآية الأولى. وما أكثر الناس ولو حرصت أخرج من الحريصين على الكفر. السؤال الأول: من هم الذين يحرصون على إخراج الناس من الضلال إلى الهدى؟ من؟ قل لي من؟ شكون؟ بسرعة إن شاء الله. هم الأنبياء. وشكون مر الأنبياء؟ هم المؤمنون الدعاة. وفي سورة يوسف يقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل من يزعم أنه متبع للنبي فلا دليل يعطيه على صدق اتباعه إلا إذا كان يدعو إلى سنته. قل يا محمد لمن يزعم أنه من أمتي. هذه اسم إشارة تدل على القرب، أي ألصق شيئا بي، طريقي، منهجي، غايتي، هذه سبيلي، أنا أعيش لهذه الطريق، طريق الدعوة إلى الله. أنا أعيش لكي أنقذ الناس من الضلالة. أنا قلبي يحترق على هؤلاء الضالين الذين يسمعون منادي الصلاة فلا يستجيبون، وتأتي أيام الزكاة فلا يزكون، وهم قادرون على الحج فلا يحجون، وإذا جاء الصيام فبئس كيف يصومون، وإذا تعاملوا مع الوالدين عاقون،
وللرحم قاطعون وللسان طالقون العنان في أعراض الناس يخوضون. الله الله. فهل أنت إذا ممن يحرص على هداية الناس؟ فالنبي قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على هدايتكم، بل حينما يدعو ويستفرغ الجهد للدعوة فلا يستجيبون يحزن، فيقول الله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أتريد أن تقتل نفسك؟ تظن أن الهداية بيدك؟ لقد أديت ما أوجب الله عليك، إن عليك إلا البلاغ. أوليست لك قدوة في نوح دعا 950 سنة ومع ذلك ابنه لم يسلم، فيقول له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال العاصم اليوم من امرئ الله من رحم. إذا كان نوح الذي لم يترك وسيلة إلا استعملها للدعوة وهو يدعو الناس ليلا ونهارا إعلانا وإسرارا ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، علمت أن قضية الإيمان هي فضل الله يمن به على من يشاء من عباده ممن سبقت لهم من الله الحسنى وزيادة. الله. إذا من الذي إن شاء الله يحرص على الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يحرص على دعوة الناس؟ كون انظر إلى شباب المسلمين، هل وجدتم أغلب الناس يغارون على حرمات الله إذا انتهكت؟ ولو هل رأيتم الناس يدعون إلى الله حتى في بيوتهم؟ هل رأيتم الوالد يدعو ولده للصلاة لـ70 ويضربه عليه على 20؟ رأيتم كيف أن المساجد فارغة ولا يغار الوالدان على أبنائهم؟ تجد الوالد ينفق الملايين لتدريسه في أكبر الجامعات ليتخرج طبيبا ولا تهتز له شعرة إذا رآه لا يصلي، كأنه إنما يربي لحما وجسدا لا روح. وعجبا كيف يزل الناس، انظروا إلى منزلة الآخرة عندهم. أغرق الناس فيما يسمى بالغفلة، انظروا إلى واقع ودنيا المسلمين، حتى في المساجد أصبح يمنع قضية الدعوة لا تتحدث عن الزكاة، حتى المسجد يمنع الإمام والخطيب من الحديث عن الزكاة. أي جيل هذا؟ أي زمن هذا؟ أي غربة للدين هاته؟ لذلك شبه النبي هؤلاء الحريصين على دعوة الناس والغافلين. قال علي في حديث حب ابن حب رسول الله أسامة بن زيد، قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيه. القائم على حدود الله زيد اليقظ الذي لا يريد أن يرى منكرا فيسكت، فالساكت عن المنكر شيطان أخرس، ومن رأى منكم منكرا فغيره فليغير، تماما بمراتب التغيير كلها: باليد إن استطاع، فإن لم يستطع فباللسان للتبيان، فإن لم يستطع فبقلب للإنكار، وليس بعد الثلاثة حبة خردل من إيمان، أي ارتكس دون الإيمان. الله. والآخرون سقطوا في المنكرات. شو مثل القائم؟ هذا مثال يضربه النبي. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. كلنا في سفرنا إلى الله، والدنيا شبهها كالبحر، ووجه الشبه أن ماء البحر مالح، كلما ازداد العبد منه شربا ازداد عطشا، وكذلك الدنيا من كان له واديا من ذهب ابتغي ثانيا ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هكذا يلهث وراء الدنيا ولا يفكر في الآخرة. عمره ما غادي يتهدى، عمرت الدنيا القلب ديالو خارج الدنيا، يتحرك على الدنيا، يعادي على الدنيا، يفرح الدنيا بمخدود دالها الورث على حقاش الدنيا، كلها حق الدنيا. السيد يمشي والعياذ بالله يطلق مرته ويدير لها الكاغط مع واحد الراجل، الدنيا باغي حتى هو يمشي ويعطيها الراجل اخر. عمرو سمعتوا هذا الشيء؟ عمرو شفتوا هذا الشيء في محمد صلى الله عليه وسلم؟ عمرو شفتوا ان الناس في فرنسا وفي بلاد الغرب كيمشي يطلق
في القانون وتمشي تقولها مطلقة وتمشي باش يعطوها الدار وباش يعطوها المنضى وهو يخلي عنده الدار ويجي يبات معها يتلاعب بالميثاق الغليظ وانفضحنا وانكشفنا حتى صاروا يعرفوننا على حقيقتنا. هذه الدنيا لا 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 عند رسول الله. استهموا على سفينة فمنهم أصاب أعلاه، شكون الذين أصابوا أعلاه؟ القائمون. وبعضهم أصاب أدناها أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا الماء كان لابد أن يمروا على من فوقهم لأن الماء يأتي من فوق، لأن هذول من تحت ما يقدرش يجي لهم الماء للفوق. وبثال الماء هو الإيمان، وراهم الفوق علاش؟ تعالوا بإيمانهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بإيمانهم استعلوا لأنهم يؤمنون بالله، يثقون في الله، يعبدون الله. أما الآخرون الدنيا السافلة الهابطة العاجلة، الله 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 الله. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء لابد أن يمروا على من فوقهم، فلما أطالوا كأنهم قد أصبتهم السآمة فقالوا لماذا نعذب أنفسنا للحصول على الماء فنضطر إلى أن نصعد إلى على السفينة، لماذا لا نخرق فيها في نصيبنا خرقا فيأتينا الماء من أسفلها احنا تهنينا. والماء الذي يأتي من أسفل يشربه ولا ما يشربوش؟ يقلع العطش ولا ما يقلعش؟ اللي باغي الأسفل غير الدنيا غير الدنيا يشبع ولا ما يشبعش؟ عمره ما يشبع. من أصبح وهمه الدنيا جعل الفقر بين عينيه وشتت الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة راغمة. يا دنيا، ربي يقول لها يا دنيا، من خدمني فاخدميه ومن خدمك استخدميه. من خدمني وأطاعني ستأتين إليه ذليلة لكي يستخدمك في طاعة الله، ومن خدمك فهو عبد لك فاستخدميه يصير خادما عند الدرهم. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد المرأة، تعيس عبد الخميصة. يفترق الناس هكذا. قالوا نخرق خرقا. أما الذين يقفون في أعلى السفينة فهم يراقبون عن كثب فيقولون ما لهؤلاء الحمقى يريدون أن يخرقوا، قال لا تخرقوا السفينة. قالوا ونصيبنا حريتنا في أن نفعل فيما نملك ما نشاء، هو ملكنا، هي حريتنا الفرضية، أتمنعوننا؟ لكن حريتك ينبغي أن تقف عندما تصيب حرية الآخرين. ألا ترون أن بتصرفكم هذا بزعمكم أنكم أحرار لن تؤذوا أنفسكم فقط ولكن ستجرون الأذى والويلات والمصائب حتى على من فوقكم؟ فقال النبي شبه المجتمع بصلحائه ودعاته والحريصين على دعوة الناس والآخرين الغافلين، قال فإنهم نهوهم وأخذوا على أيديهم لا تفعلوا لا تفعلوا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا تفعلوا. فإنهم أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا ونجوا جميعا، وإنهم تركوهم وقالوا كل شيء تطلق بكرحة. ميمونة تعرف ربي، ربي يعرف ميمونة. ألم تقرأ زبورك أداود ليش تركب على الحمار؟ قول لهم بروك عليك العون، خليهم خليهم. واسمه يسمره غرقوا وهلكوا جميعا. هكذا نحن، انظروا إلى ساحتنا، عدم الأمن، إحراق لجثث الأحياء في الأحياء، انتحار بالجملة. 1000 تقول منظمة الصحة العالمية هذا العام 1000 في المغرب انتحر، هذا هو اللي محسوبين 1000 لأول مرة في التاريخ. الجرائم، قتل الأزواج لأزواجهن، زين، السطو، النشل، قطع الطرق، صور لم نكن نراها قط. الله. وإذا تحدثت عن الأمور الأخرى، عن العري،
في الشواطئ، عن الربا، عن الزنا، عن تفكك الأسر، عن قطع الرحم، عن أمور ما شاهدنا في علاقة الوالد مع والديه إذ يأخذهما إلى دار العجزة، وهذا أمر جديد غريب على المسلمين لم نكن أبدا نعتاده في مجتمعنا. ثم بعد ذلك إذا تحدثت عن الواحد وقلت له لا بد من أن تقول الحق، قال ادخل جوال، ادخل جوال، شحال سالفة الدين، شحال سالفة الدين. فإذا وصلت الأمة إلى هذه الدرجة فإن الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول إذا عمل بالمعاصي ولم يوجد في الأمة من يتمعر وجهه غيرة على الأعراض وعلى حرمات الله، ولم ينطلق لمحاربة المنكر بالدعوة إلى الله تعالى، فإن الله في عليائه يغار. إذا لم يغر المؤمنون على حرمات الله غار الله، الله يغار. وإذا غار الله يقول للأرض تزلزلي بهم، تزلزلي بهم. وأنتم ترون ماذا يحدث من رسائل ربانية، لسان حال يقول اتقوا الله. لم أكن أرى طوال السنين أن طغيان الماء على المباشر يتفرج المغاربة كيف يأتي الماء في صورة تراب وطين، يقتلع الحصون ويجدد عهده بالوديان السابقة ويجرف من يلعب. لم نكن أبدا نتصور ذلك. في التسعينات كنت أصعد على المنبر، حينما كنت أصعد على المنبر وأخطب في كل مرة حول منكر من المنكرات وأرفع صوتي بالصراخ وأقول لهم في النهاية إن الله يقول في سورة هود وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فإذا وجد الصالحون ولم يوجد المصلحون هلك المجتمع. فالأمان الأول لإنقاذ المجتمع هو وجود الحريصين على الدعوة المصلحون، أما الصالحون فيهلكون مع الفاسدين. قيل لما؟ قال لأن الفاسد يهلك بفساده والصالح يهلك لسكوته، جريمته السكوت، والله ضمن النجاة لمجتمع فيه المصلح الذين يصلحون ما أفسد الناس. هذا هو الذي إذن قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ما المطلوب منكم إن شاء الله بهذه الآية؟ من مطلوب منكم أن تعرفوا أن الأقلية هي التي تدخل إلى الدين مع وجود الحريصين على الدعوة، فكيف إذا غاب الحريصون سينتشر الفساد. بابا بابا. قال تعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لم يكن هنالك ما يدفع الفساد، فأخلوا الساحة للمفسدين فعاثوا فسادا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن ماجة 15 خصلة إذا أصابت أمتي فلتنتظر مسخا أو خسفا أو ريحا حمراء. وشوفوا واش بقات شي وحدة ما بقاتش. إذا صار المغنم دولا، المغنم دولا، المال يتداول بين الأغنياء، حينما تكون أكبر هو بين من يملك كل شيء ومن لا يملك كل شيء، كما قال الله في سورة الحج وبير معطلة وقصر مشيد، أي غياب ما يسمى بالنظام التكافلي في المجتمع. واحد عايش كما يبغي، وواحد ما عندوش باش يخلص الضوء وبيت برا ولا يلتفت إليه أحد، وإنما تنصرون وتجبرون وترزقون بضعفائكم. إذا صار المغنم دولة، قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء، وقد كان أصبح المال يتداول بين الفئة القليلة وحرم منها الغالبية، هذا كيسموه الريع الاقتصادي. ثم قال والأمانة مغنما، الأمانة هي المسؤولية، فأصبحت الوظائف لا تعطى إلا بناء على الزبونية والانتماء الحزبي. والمصفقين والانتهازيين، لا ما عندكش لي بور والكتاف راك تما،
ولادك يذوبوا قدامك وما يديها فيك حتى واحد، واخا عندهم ان شاء الله المؤهلات، وكيجيبوا بناء على الزبونيه، هذا ديالنا، هذا ديال الحزب ديالنا، هذا ديالنا. فوسد الامر الى غير اهله، والحديث يقول اذا اسند اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قالوا وما اضاعتها؟ قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. وصارت الزكاة مغرما، أي العبادة هي الزكاة، لا يؤديها الإنسان إلا مغرما، كأنه يؤدي دين على كاهله، لا يؤديها عن طيب خاطر، وحتى إذا أداها لا يعطيها لمستحقيها، يجعلها في أظرفة ويعطيها للمسؤولين، لأنه يريد من خلال عبادته لله أن يقضي مصالح الدنيا. يعني بالعبادة يا ربي باغي بها الدنيا، باغي باش ما يقبضوش الآخرين، باغي إلا كان في الطريق ما يقبضو حد، باغي لا يمشي للمحكمة ما يد... الله الله، بالزكاة ربي. والزكاة مغرمة، اسمعوا الآخرين. وعق الرجل أمه، يسب الوالدة ديالها، وأطاع زوجته. المرأة تقلعلو جابدة، كيتصيبو السيد يزعف على الفقيه في الجامع، عارفو بأن راه مرتو تقلعلو، تراكب في الدار، يصيب الحقرة على الفقيه، ما يقدرش يتكن في الدار، ما الشرع زيد. وعق الرجل أباه، جفا أباه، وبر صديقة، صديقة وبر صديقة زيد. وأكرم اللي كنا نقوله، وأكرم الرجل مخافة شره. شفت شكون اللي يولي مكرم في هذه الأرض؟ اللي كيكون شرير ويخافه الناس، يكرمونه مخافة شره. وصار زعيم القوم أرذله. شفتوا فين وصلنا الفساد وقلة الأمر بالمعروف. المجرم الكبير هو يصيب، هو يولي شكون؟ المسؤول. وصار زعيم القوم أرذله. يا لطيف يا لطيف. وشربت الخمور، وهي الآن حتى في البوادي، ولبس الحرير، وظهرت المعازي والقيان، ولعن آخر الأمة أولها حينها، فانتظروا مسخا أو خصفا أو ريحا حمراء. فإذا كان المولى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، علمت أن وجود الدعاة والمصلحين، مع ذلك يكون القلة هم المؤمنون، فكيف إذا غاب هؤلاء؟ ثانيا، أنه لا نجاة للمجتمع في سفينة الحياة إلا إذا كان المصلحون قائمون على حدود الله، يأخذون على يد المفسدين ويأطرونهم على الحق أطرا. الثالث، واسمه الهدف الثالث، مؤمن وندعي لله. والثالثة واسمه الذي جاءت في صورة إبراهيم، يثبت أن تثبت وتستمر على ذلك حتى تلقى الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا كان المولى يمتن على النبي ويقول لولا أن ثبتناك، هذا النبي وقد ثبته الله. ولذلك قامت عائشة في الليل فتحسست موضع النبي فلم تجده، وإذا بها تجده ساجدا في جوف الليل يقول يا مقلب القلب ثبت قلبي على دينك. فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تخاف على قلبك وأنت رسول الله؟ قال يا عائشة ما من قلب عبد إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء، فسل الله أن يثبت قلبك. إذن دعوا الله يثبتنا، دعوا الله يثبتنا. هذا موضوع أخر ما بغيتش نطول عليك. والرابعة من يقرأ الفقه تاعنا من سورة إن الذين يتلون كتاب الله، إذا أردت أن تثبت فعليك بكتاب الله لنثبت به فؤادك. القرآن يثبت الأفئدة على الإيمان في سورة الفرقان، اقرأ الآية من سورة الفرقان. كذلك ليثبت، يعني وقال الذين كفروا لولا أنزل القرآن، جملة واحدة، كذلك ليثبت به فؤادك. أنزله الله منجما حسب الأحداث ليستفيد النبي من كل حدث بمعاضة الله بتوجيه الله، فيزداد إيمانا مع ازدياد العلم مع ازدياد التجربة مع ازدياد إن شاء الله الرسوخ
والعلم هكذا القرآن. فمن أراد الثبات فعليه بالقرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة من أراد الثبات فإن حصن المؤمن الذي يتحصن فيه الصلاة. الصلاة الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة من النار، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نور ولا نجاة يوم القيامة. تعرفوا إلى مشيت 5 تاع المرات للجامعة مني والذن أراك إن شاء الله في حرز الله وفي حسن الله، بل غيصلا تاع الفجر يقول بمن صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة، غيصلا في ذمة الله، في حرز الله، في حفظ الله، فكيف بالصلوات الخمس؟ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. من أراد أن يثبت عليه أن يحرر قلبه من عبوديته للمال، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبهذا تكاملت الآيات الثلاثة، يوسف وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين، إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بعد الإيمان والدعوة الثبات عليها. ووسائل الدعوة ووسائل الثبات هي القرآن والصلاة والإنفاق. أخيرا، ما موقع هذه الجلسة من هذه الآيات الثلاثة؟ مات الوالد على الإسلام رحمه الله وترك ذرية ثابتة على الدين تجمع أهل القرآن ليقرأوا، وتأتي بمن يدارس القرآن، ويجتمع الناس على كلام الله لأنهم يحرصون على هداية الناس، ولأنهم يريدون تثبيت الإيمان في القلوب، ولأنهم يتوسلون بوسائل التثبيت ليداوموا عليها. فهنيئا للوالد بما ولد، ولقي الله تعالى على خير، وخيره يستمر بعد موته في ذريته الطيبة الكريمة التي تجمع الناس على هذه الغايات الكبرى التي من أجلها خلق الله الإنسان وبعث الرسل وأنزل الوحي. هذا هو المقصد. فنسأل الله تعالى سبحانه أن يجمعنا على الدين وعلى محبة رب العالمين واتباع سيد المرسلين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنتم أشد خلقنا من السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خوف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. آمنت بالله، صدق الله العظيم.